اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في برنامجكم ماشيت الصحافه، وهذه جوله صحفيه جديده نرصد من خلالها ماشيتات كبريات الصحف المحليه والدوليه مع ضيف الدكتور عبد المحسن لافي الشمري رئيس مركز الانفراد للاستشارات الاستراتيجيه والتدريب. حياك الله معنا. يا هلا سعود، اصبح عليكم خير انت وجميع المشاهدين وفريق البرنامج. نعم، اذا مشاهدينا بعد الفاصل نبدا كالعاده بصحافتنا المحليه. نبدأ جولتنا مشاهدينا من صحيفة الأنباء بخبر حول تأكيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد على حتمية الالتزام بالقانون، وأنه لا مكان لوافد خالف القانون في الكويت. جاءت تصريحات الخالد على هامش متابعته وإشرافه ووكيل وزير الداخلية الفريق أنور البرجس على حملة موسعة في منطقتي الجريب والمهبولة. ما في صحيفة الرأي نقرأ هذه العناوين: خطة حكومية شاملة لحظر التعاملات النقدية في مختلف منافذ البيع والشراء، منع الكاش يحصر غسل الأموال، تعميم الإجراءات تباعا ولن يترك منفذ من دون رقابة، مراقبة حركة الأموال وتتبع دورتها من المصدر إلى المصرف، ضوابط العمل الرقمي من شأنها إخراج الكويت من المنطقة الرمادية، مسؤولية قانونية على صاحب الترخيص الأساسي لأي نشاط. التربية تستعد لقمة نيويورك حول مستقبل التعليم بعد كورونا بلقاء مفتوح اليوم. تحت هذا العنوان كتبت صحيفة الصباح إن وزارة التربية تنظم اليوم لقاء مع بعض طلبة المدارس الحكومية والخاصة بحضور قيادتها التربوية العليا ضمن استعداد الكويت للمشاركة في قمة تحويل التعليم المقررة بولاية نيويورك الأمريكية خلال شهر سبتمبر المقبل، بهدف وضع رؤية مشتركة لمستقبل التعليم بعد جائحة كوفيد-19. صحيفة الجريدة ذكرت أن أعضاء فريق المشروع الوطني للقمر الاصطناعي الكويتي الأول أنهوا فحوصات القمر الاصطناعي الكويتي عبر إجراء الاختبارات النهائية اللازمة لتجهيزه قبل الإطلاق في نوفمبر القادم. خبر آخر مشاهدينا في صحيفة النهار حول إقامة الأكاديمية البحرية البولندية حفلة تخريج لعدد 17 طالبا ضابطا كويتيا من الدفعة 47 البحرية من مبتعثي كلية علي الصباح العسكرية. ولننتقل إلى صحيفة القبس التي كتبت أن مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي يشهد مجموعة مميزة من العروض الموسيقية والغنائية العالمية يشارك بها نخبة من الفنانين العالميين، حيث أعلن المركز أخيرا عن تنظيم أمسية موسيقية في 28 من الشهر الجاري لثنائي الأكورديون فيستوفيس، فضلا عن حفل مرتقب لمغني الأوبرا العالمي خوسيه كارييراس سيتم تحديد تاريخه لاحقا، إلى جانب أمسية أخرى للفريق الغنائي الأمريكي بويس أفينيو. وعلى صفحتها الرياضية كتبت صحيفة الشاهد هذا العنوان: الراميان الحوال والرشيدي ينالان فضية منافسة الرماية زوجي مختلط تراب بدورة التضامن الإسلامي. عنوان آخر تناولته صحيفة القبس: الكويت نتضامن مع السعودية وندعم إجراءاتها للحفاظ على أمنها وسلامة شعبها.
التميز الإنساني توصل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة تحت هذا العنوان. قالت صحيفة القبس أنه في إطار دعمها الإغاثي للسكان قطاع غزة جراء الاعتداءات الأخيرة، وصلت تبرعات أهل الخير من الكويت والتي لم تتوانى عن نصرة أهل غزة عبر السنوات الماضية وخلال الأعوام المتكررة عليهم الاعتداءات المتكررة عليهم من العدوان الإسرائيلي الغاشم. فقد زار ممثل جمعية التميز الإنساني الضحايا هناك، وتم إيصال المساعدات العاجلة إليهم وزيارة الضحايا وأسرهم. وفي صحيفة الكويتية نقرأ هذا العنوان: هي لنا دار، هوية اليوم الوطني السعودي 92. مشاهدينا، ماشية الصحافة مستمر معكم بعد هذا الفاصل، أتجه وياكم إلى الصحف العربية والعالمية. إذن نبدأ معكم بصحافتنا الدولية مشاهدينا، وتحديدا من الجارديان التي تسلط الضوء على تفاعلات الحرب الأوكرانية في تقرير بعنوان: الحرب الروسية الأوكرانية، موسكو تحذر الولايات المتحدة من نقطة لا عودة. الدبلوماسية، وزارة الخارجية تحذر الولايات المتحدة من وضع روسيا على قائمتها للدول الراعية للإرهاب. حذرت روسيا الولايات المتحدة من احتمال أن يكون وضع روسيا على قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب نقطة لا عودة الدبلوماسية، ويؤدي إلى انهيار العلاقات بين البلدين، تكتب التايمز. إذن نقف عند هذا الموضوع، وكيف قرأت هذا التحذير الروسي من حيث التوقيت والأهداف؟ أستاذ سعود، أول شيء خلينا نكون واقعيين بأن المشكلة أو الحرب الأوكرانية الروسية ألقت بثقلها على المشهد الدولي كامل. نعم. والدعم الأمريكي لأوكرانيا ملفت للنظر. فمن خلال تصريح ألكسندر دارشيف، اللي هو هذا ألكسندر دارشيف مدير إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية، قال إذا فرضت العقوبات على روسيا معناها أن وصلت أمريكا لنقطة اللا عودة. ماذا يدعم ذلك؟ لاتفيا وضعت روسيا وصرحت بأن روسيا راعية للإرهاب، هذا زاد الخطر ودعت أن المجتمع الدولي لمعاقبة روسيا بسبب هذا التصنيف اللي صنفوه لاتفيا. غير ذلك، أحد المسؤولين في الاتحاد الأوروبي جوزيف طالب بشيء خطير جدا، سحب الأرصدة الروسية في الدول الغربية لبناء روسيا، لبناء أوكرانيا فيما بعد. وهذه يعني أعتقد أنه يزجون في روسيا للمواجهة، وهذا خطر جدا صراحة. نبقى أيضا في نفس الموضوع دكتور عبد المحسن، ونذهب إلى الوول ستريت جورنال التي تعنون خبرها الأوكراني: أوكرانيا تضرب جسرا رئيسيا في الأراضي الخاضعة لسيطرة روسيا. الرئيس فلاديمير زيلينسكي يدعو الدول إلى منع السياح الروس وإعلان روسيا دولة إرهابية. ضربت القوات الأوكرانية جسرا رئيسيا في الأراضي التي تحتلها روسيا في محاولة لتعطيل خطوط الإمداد في موسكو وتعزيز الاستعدادات لهجوم مضاد في الجنوب، مع استمرار القتال المكثف حول أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، تكتب الول ستريت جورنال. إذن ما أهمية هذا التطور؟ نتحدث هنا استراتيجيا. التطور هذا جدا خطير على المراحل القادمة، خاصة أننا بنعرف اللي هي المحطة زبورجيا. نعم. اللي موجودة في أوكرانيا أنها تشغل من قبل خبراء وفنيين أوكران، ولكن هي في الحقيقة مطوغة بالقوات الروسية. هذه الخطورة في مكان وقد تصل إلى أكثر من تشيرنوبل في حالة حدوث خطر لها، وهذا يؤثر على البيئة وعلى العالم وعلى الجو كامل. يعني بما لا شك فيه أن أوكرانيا تلعب بالحجر والنار معهم. نعم.
وهذا خطر جدا استراتيجيا اصلا. نعم، نذهب الخبر ايضا في اعمده اندبندنت عربيه التي عنونت تعطيل جسرين في خيرسون يعيق الامدادات العسكريه الروسيه. قالت وزاره الدفاع الامريكيه انها لم تزود اوكرانيا بما يسمح لها او يمكنها من ضرب قاعده جويه روسيه. قالت المخابرات العسكريه البريطانيه اليوم السبت ان جسرين رئيسيين يؤديان الى خيرسون اوبلاست، وهي جيب الاراضي الذي تحتله روسيا على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، توقف استخدامهما على الأرجح الآن لأغراض إعادة الإمداد العسكري. وقالت وزارة الدفاع البريطانية أنه حتى لو تمكنت روسيا من إجراء إصلاحات كبيرة للجسرين فإنهما سيظلان نقطة ضعف كبيرة، تلفت اندبندنت عربية. وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق أن أي أسلحة أمريكية لم تستخدم لمهاجمة القاعدة الجوية الروسية في شبه جزيرة القرم، مشيرة إلى أنها تجهل أسباب الانفجارات المدمرة التي شهدتها أو التي شهدها الموقع، تكتب الصحيفة. إذن هنا تبرر أمريكا وتنفي أنها لها دخل في هذا الموضوع. برأيك لماذا حرصت أمريكا على النأي بنفسها عن استهداف القوات الأوكرانية لشبه جزيرة القرم، وماذا وراء هذا الموقف الأمريكي؟ أول شيء بالنسبة لكلمة قرم أو شبه جزيرة القرم، هي تحت السيطرة الروسية من 2014. نعم. وهذه الكلمة حساسة جدا. بالنسبة للسياسة الروسية. نعم. وهي تحت السيطرة الروسية، معناها أي تدخل أمريكي بضرب داخل القرم معناها اتساع الصراع. وصار الصدام الأمريكي الروسي مباشر، فبهذه الفكرة قد تتطور المسألة، رغم أن هناك أدلة وشواهد أن أمريكا هي التي تدعم أوكرانيا بالسلاح وتغير، ولا وكذلك سلاح نوعي، ولكن القرم قد يفجر المنطقة. وهذا ما تعتبره روسيا القرم خط أحمر بالنسبة لها، وكأنها اعتدت على أراضي روسية. أراضي روسية، نعم صحيح هذا الكلام، أنه كأنك اعتديت عليه اعتداء مباشر حتى لو كان. لذلك أمريكا تنأى بنفسها، أو واشنطن تحاول إخفاء هذه المساعدات بطريقة أو بأخرى. لكن المساعدات الكبيرة التي ذكرتها دكتور عبد المحسن، يعني من أكبر المساعدات المالية في ظرف شهور قليلة، مساعدات ضخمة مالية كبيرة أيضا من أموال وأيضا من أسلحة، لكن الاتفاق ما يبدو، الذي يبدو أن لا تدخل عسكري فعلي من قوات أمريكية. وهذا اللي احنا تكلمنا عنه في السابق، ولنا كم سنة نتكلم عنه، والآن تبلور على الأرض في أوكرانيا. كيف تبلور هذا الموضوع؟ أمريكا تشعر بالتهديد من خلال متعدد القطبية القادمة اللي هي أوروبا، روسيا، الصين وأمريكا. فعندما تصطدم روسيا في أوكرانيا في أوروبا، تجد فرصة للقضاء على طرفين والبقاء على الصين وسهولة القضاء على الصين. هذا في المخيلة الاستراتيجية الأمريكية. ولكن هذا غير ممكن، جدا غير ممكن. نعم. نذهب إلى صحيفة مشاهدينا الإكسبريس الفرنسية التي تعنون أفغانستان، هذا الخطأ الذي لا يجب أن يتكرر مع أوكرانيا، يجب أن لا تقع أوكرانيا في نفس النسيان الإعلامي مثل أفغانستان، وإلا فإن روسيا ستكون أقرب إلى النصر، تعلق الإكسبريس. تحت هذا العنوان تكتب الإكسبريس: في الصيف الماضي بثت شاشات التلفزيون لدينا صور الأفغان يحاولون الفرار من بلدهم على وشك الوقوع تحت نيران طالبان، وامتلأت الصحف بالمقالات التي تحلل الفشل الوحشي والمذل الذي عانى منه الغربيون في أفغانستان. لم يمر يوم دون شهادات تقشعر لها الأبدان، ترسم ملامح المستقبل المظلم للشعب الأفغاني. كان بالكاد قبل عام، ومع ذلك يبدو وكأنه بعيد للغاية. وبسرعة كبيرة هبطت المقالات المتعلقة بأفغانستان إلى الصفحات الخلفية، أصبحت التقارير عن البلاد نادرة ثم شبه معدومة، تعلق الإكسبريس. إذن لماذا تراجع الخبر الأوكراني وانتهى إلى النسيان الإعلامي كما تقول الصحيفة الفرنسية الإكسبريس، وهي تضع شاهدا عن الوضع في أفغانستان تصدر المشهد وبعد ذلك تراجع إلى صفحات الأخيرة؟ في طبيعة الإعلام، يبحث عن كل ما هو جديد. نعم صحيح. والحرب
عندما طال أمد هذه الحرب، من أطال أمد هذه الحرب؟ من أطال أمد هذه الحرب للأسف الشديد يرغب بتوسع الصراع على مدى سنوات، يرغب بكسب الوقت، وهو فنان جدير باللعب على الوقت حقيقة. ولكن أنا أرى أن إذا كانت روسيا فهو في غير صالح روسيا، وإن كانت كذلك أمريكا من تلعب على الوقت فهو أيضا في غير صالح الاتحاد الأوروبي. وهذا الوقت صعب جدا، والصراع سيتوسع كل ما طال أمد الحرب، كل ما توسع الصراع في المستقبل. وأي خطأ ممكن أن يتسبب بكارثة أكبر ودخول صراعات وأطراف أخرى أيضا. بانتظار سعود، إحنا أستاذ سعود، إحنا حقيقة الأمر إحنا بانتظار أي شرارة. نعم. بانتظار أي شرارة للأسف، وهذا ما أدى إلى الضغط زلنسكي على العالم والدعوة لأن مجاعات في أفريقيا، وفعلا حدثت هذه المجاعات وعدم تصدير الحبوب. لكن في حالة أنك استراتيجي ورئيس دولة، يفترض أنك إذا ما نجحت استراتيجية معينة أنك تأخذ الاستراتيجية البديلة. نعم. اللي هي التفاوض مع العدو على الأقل يعني. نعم. إذا نذهب إلى صحيفة فرنسية أخرى وهي لوموند، التي تعنون كييف وموسكو تتهمان بعضهما البعض باستهداف محطة زابوروجيا للطاقة النووية. خلفت غارة روسية على كراماتوروسك 3 قتلى وعشرات الجرحى في منطقة سكنية. إنها واحدة من آخر المدن الرئيسية التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، تعلق لوموند. يعني تحدثنا قبل قليل عن هذه الخطورة واللعب بالنار، وأن ممكن أي شرارة تشتعل وتدخل أطراف أخرى ثانية. لكن نتحدث هنا، لما نتحدث عن محطة نووية في أوكرانيا، نتذكر تشيرنوبل 86، هذه الكارثة الكبيرة البيئية التي حصلت. الآن ما مدى خطورة هذا التطور؟ هل يمكن أن تنزلق الأمور بسرعة إلى الأسوأ؟ أولا النقطة الرئيسية أستاذ سعود في هذه المحطة بالذات، المحطة هذه بنيت من سنوات قديمة. أصلا المحطة هذه داخلها مفاعلات نووية، مختبرات، معاهد أبحاث، تدريب، جميع هذه الأمور موجودة في هذه المحطة، وهي تبعد أعتقد عن تشيرنوبل حوالي 500 كيلو. تخيل تشيرنوبل لما انفجر سنة 86 وجدت بعض المتساقطات والقبار الذري على إطارات الشاحنات اللي وصلت منفذ العبدلي وتم إعادتها مرة أخرى. فتخيل هذه المحطة زوبريجي أكبر من تشيرنوبل بعشرات المرات. تخيل مستوى الكارثة اللي راح نوصل له. وأنا أتمنى يعني أن يكون هناك تعقل، خاصة بعد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة. نعم. بأن يجب أن توضع، وأنا أدعو من تلفزيون الكويت، أدعو بأن تكون هذه المحطة وجميع المحطات النووية التي عليها صراعات عسكرية أن تكون بأيدي الأمم المتحدة، أن تكون التابعة للأمم المتحدة على الأقل في فترة الصراع. نعم. ومن ثم تعاد إلى الدولة. نعم. نذهب إلى صحيفة النهار مشاهدينا، التي تعنون على صفحاتها الدولية: واشنطن ترد على السلوك الاستفزازي للصين بتعزيز التجارة مع تايوان. تحت هذا العنوان تكتب النهار: أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستعزز مبادلاتها التجارية مع تايوان، وتؤكد على حقها في التحرك بحرية جوا وبحرا في المضيق الذي يفصل الجزيرة عن الصين، ردا على ما وصفته بالسلوك الاستفزازي لبكين. النهار تنقل عن كورت كامبل منسق البيت الأبيض لقضايا آسيا والمحيط الهادئ ومستشار الرئيس جو بايدن، أن خطة تجارية جديدة ستكشف خلال أيام، بينما ستعبر قوات أمريكية مضيق تايوان في الأسابيع المقبلة. كيف تفسر هذا التوجه الأمريكي وسياق يبدو أن أيضا هناك مناورات عسكرية أمام الساحل التايواني من القوات الصينية، وهنا أيضا أمريكا ترد بزيادة التجارة ما بينها وبين تايوان؟ غير ذلك سعود، غير التجارة، هذه الشرائح التي تنتج أشباه الموصلات. هي شرائح أشباه الموصلات اللي تنتجها تايوان. 90% من العالم الإنتاج من تايوان، 10% من الباجين. صحيح. هذه هي المعركة الرئيسية في تايوان. أما جنوب الجزيرة تايوان
في مناورات صينية. للأسف الشديد مقابل هذه المناورات الصينية في البحر مناورات تايوانية بدعم أمريكي. فيعني أي خلل أي زلة قد ندخل في صراع الجزيرة والعالم كله بحالة فوضى. ولو نبي نرجع لموضوع أو تصريح البنتاغون لا يرغب بمثل هذا الاستفزاز، خاصة بعد زيارة رئيسة النواب الأمريكية بوليسي وضع المنطقة وزارة الحدود الكورية الجنوبية الشمالية، يعني استفزاز واضح وصريح صراحة. لازم يكون لها حل هذه الجزيرة. نذهب إلى عنوان آخر مشاهدينا. ما الذي يمكن أن يعني تفتيش مارالاغو بالنسبة لترامب من الناحية القانونية؟ تتساءل الواشنطن بوست. يختلف الخبراء القانونيون حول ما إذا كان ترامب يمكن منعه من المناصب العامة إذا وجهت إليه تهمة وأدين بنقل مواد سرية إلى مارالاغو، تلاحظ البوست. يكشف أمر التفتيش أن مكتب التحقيقات الفيدرالي وجد معلومات سرية للغاية هناك أثناء البحث عن أدلة على انتهاك 3 جرائم محتملة بما في ذلك جزء من قانون التجسس، تلفت الواشنطن بوست. إذا تم اتهام ترامب وإدانته بإخفاء أو إتلاف مواد سرية وسرية عمدا وهو أمر هام، يقول بعض الخبراء القانونيين أنه يمكن منعه من تولي منصب الرئيس مرة أخرى اعتمادا على القانون الذي خرقه، في حين يختلف خبراء آخرون مع هذا الرأي، تكتب البوست. إذن هل يمكن اتهام ترامب وأيضا سيمنعه؟ هل ممكن أنه سيمنعه من تولي منصب الرئيس مرة أخرى أو سيمنعه من الترشح أساسا بعد هذه الحادثة؟ أستاذ سعود، عندنا مشكلة ليست في ترامب فقط، بل في العالم كله. فبعض الرؤساء عندما يكون رئيس لهذه الجهة يعتقد بأن أصبحت كل ما داخل هذه الجهة ملك شخصي له. فمن الصعوبة بمكان أنك تحمل مستندات رسمية تخص هذه الجهة وتحتفظ فيها في منزلك. لماذا احتفظت في هذه المستندات في المنزل عندك بعد انتهاء رئاستك لهذه الجهة، خاصة فيما يتعلق في ترامب؟ إذن أنت على خطأ، يعني تصرفت إجراءات خاطئة تريد إخفاء هذه الإجراءات. طبعا في مثل حالة ترامب حاليا عندهم قانون اسمه قانون سجلات الرئاسة. ترامب خالف هذا القانون، هل المحكمة تمنعه مثل ما تم المنع في كثير من الدول؟ على أساس أن مثال عندنا بالكويت مخل بالشرف والأمانة، هل هذا مخل بالشرف والأمانة؟ إذن يطلبون من القاضي أن يحكم على ترامب بمنع الترشح. أعتقد هذا الشيء، وهم راح يوصلون لهذا الشيء، لأن حتى الجمهورية لا يرغبون فيه، يعني لأنه مثير للجدل حقيقي. وخلاص يعني أعتقد ترامب جيم أوفر، ما في ترشح للرئاسة مرة ثانية. إذا ننتقل مشاهدينا إلى صحيفة التايمز البريطانية التي تسلط الضوء على جديد الساحة السياسية الإيطالية وتعنون جورجيا ميلوني المرشحة الأوفر حظا. إيطاليا متهمة بإبقاء الفاشية على قيد الحياة. تواجه المرشحة اليمينية المتشددة التي يرجح أن تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا مطالب بإسقاط رمز فاشي من شعار حزبها، ومن المتوقع أن تتولى السلطة في 25 سبتمبر في ائتلاف مع حزب ماتيو سالفيني وحزب يقوده سيلفيو بيرلسكوني رئيس الوزراء السابق. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن إخوان إيطاليا هم القوة السياسية الأكثر شعبية في البلاد، ما يرجح تعيين ميلوني رئيسة الوزراء بموجب اتفاق مع سالفيني وبرلسكوني، تكتب التايمز. إذا نتحدث هنا عن اليمين الشعبوي يحكم إيطاليا بقبضته على السياسة الإيطالية، كيف سينعكس ذلك دكتور على علاقات إيطاليا خصوصا بالخارج؟ علشان نتوسع في هذا الجانب، أنا لا أستطيع الحديث عن إيطاليا فقط، لأن إيطاليا جزء من أوروبا. فأوروبا الآن اليمين المتطرف، إذا بغيت تنجح بالانتخابات خليك متطرف، وهذا ما حصل مع ترامب في أمريكا، هذا ما حصل مع كادت أن تنجح في فرنسا ماري لوبان بغت تنجح في استعار
في أوروبا للمتطرفين، وكأن هناك تعطف شعبي للاصطدام مع الحكومات ومع الآخر. احنا وإذا وين الديمقراطية اللي أنتوا تتقنون فيها طوال هذا السنين؟ لا يوجد ديمقراطية عندهم حقيقة الأمر، وإن كان هناك ديمقراطية بسيطة ولكن اختفت خلاص. وجدوا المرشحين أو وجدوا أن الناخبين يتجهون إلى التطرف، خلاص خلونا نكون متطرفين سواء مع طائفة أو حزب أو دين أو هذه مشكلة كبيرة. نعم، في العالم مو بس في أوروبا، خصوصا أحزاب اليمينية المتطرفة لها صعود كبير في الآونة الأخيرة. نعم صحيح، وهذا يدل على أن الشعب يبيهم، ويدل على أن هناك تحول في الفكر الشعبوي الأوروبي. صحيح، هذا الخطر القادم حقيقي. نذهب معك دكتور عبد المحسن ومع السادة المشاهدين إلى مقال اليوم، لكن بعد هذا الفاصل. مقال اليوم من نيويورك تايمز التي تنشر تحليلا إخباريا بعنوان انتصار لبايدن ورهان على مستقبل أمريكا. أعطى الكونغرس الموافقة النهائية على قانون خفض التضخم الذي سيخفض تكلفة الأدوية الموصوفة ويمدد دعم الرعاية الصحية ويستثمر المليارات في برنامج المناخ والطاقة، تعلق الصحيفة النيويوركية. تغلب الديمقراطيون في مجلس النواب على معارضة الجمهوريين لتمرير تشريع من شأنه أن يخفض تكاليف الأدوية التي تستلزم وصفة طبية ويستثمر المليارات في جهود مكافحة الاحتباس الحراري، تكتب نيويورك تايمز. وعد بشبكة أمان اجتماعي جديدة، وتعهد بوضع خطة قوية لمكافحة الاحتباس الحراري، وتعهد بتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء من خلال جعل الأثرياء يدفعون نصيبهم العادل، مع إقرار مجلس النواب الأخير لقانون خفض التضخم. يستعد الرئيس بايدن لتقديم أحدث الانتصارات التشريعية التي ستنتشر في جميع أنحاء البلاد لعقود خفض تكلفة الأدوية الموصوفة وتمديد الإعانات لمساعدة الناس على دفع تكاليف التأمين الصحي، والحد من العجز والاستثمار أكثر من 370 مليار دولار في برامج المناخ والطاقة، تكتب نيويورك تايمز. إذن يبدو أن هنا بايدن استعد جيدا لانتخابات النصفية القادمة في شهر نوفمبر. إلى أي مدى يعني يعد هذا التشريع انتصارا لبايدن، علما أنه أجبر على قبول نسخة مخفضة أيضا إلى حد كبير من أهدافه التشريعية الأصلية؟ الحقيقة أن في هذا الموضوع انتصر تشريعيا، لأن التخفيض لم يشمل السيارات وهذا، بل شمل المناخ والرعاية الصحية والتأمين الصحي، جميع مناحي الحياة. نعم، جميع مناحي الحياة، وهذا فعلا يعتبر انتصار له، وبحكم أن الأغلبية الديمقراطية موجودة معه. هل يبدو أن هذا التشريعات يعني يسعى بايدن إلى أخذ أي نصر لانتخابات مجلس النواب القادم؟ بدون أدنى شك أي حدث في العالم أمريكا طرف فيه لابد أنك تدخل الانتخابات في الموضوع. نعم، وهذا تنافس يعني موجود ولا يزال موجود. نعم، إذن بهذا المقال مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى كاريكاتير اليوم بعد هذا الفصل. كاريكاتير اليوم مشاهدينا من الصحيفة الإماراتية، مشاهدينا نشاهده مع ضيفي الدكتور عبد المحسن من صحيفة الخليج الإماراتية، وتعليقك حول هذا الكاريكاتير المعبر صراحة ويتحدث عن المهاجرين بشكل يعني للأسف مؤسف صراحة بهذه الطريقة. ليش تحل مشكلة المهاجرين؟ انت حل المشاكل اللي سببت المهاجرين يبقوا لدولهم، انتهى الموضوع. صحيح الكلام اللي قاعد يقوله الكاتب يعني. نعم حقيقة. صحيح، وان المهاجرين دائما هم الحلقه الاضعف للاسف من الصراعات بالضبط السياسيه التي قاعد تدور. بالضبط بالضبط، وهذا دليل على العالم اعرج وعلى عكاز ويتلاعب في المهاجرين. تلاعب في المهاجرين مساكين، قضيه على اساس بعض الدول على اساس تستفيد مبالغ ماديه من الامم المتحده ودعم من بعض الدول. يتكسبون منهم سياسيا. يتكسبون أيضاً. نعم نعم، وتكسب مادي مو سياسي. نعم، مادي وسياسي واجتماعي وكل شيء. وايضا للاسف والله المفروض يعني مثال عندك المهاجرين السوريين. نعم، حل مشكله سوريا يرجعون لديارهم.
بالنهاية صح المهاجر يشعر دائما بالأمن والأمان، يعني ما لا في داعي للسفر ورحلة الموت يسموها البعض. إنسانية سعود. نعم. لا يوجد إنسانية في هذا، لا يوجد إنسانية في هذا العالم، وكل ما يحدث هو تطبيل في تطبيل، والإنسانية أضعف نقطة يتسلق عليها السياسيين. نعم. للأسف شديد. بهذا الكاريكاتير المعبر مشاهدينا وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ويسعني أن أشكر ضيفي معي داخل الاستديو الدكتور عبد المحسن لافي الشمري، شكرا لك يا دكتور. يطول عمرك. شكرا أستاذ سعود لك ولجميع المشاهدين وفريق العمل. نعم، إذن شكرا لكم مشاهدينا لطيب المتابعة، نلقاكم غدا في حلقة جديدة من مشاهد الصحافة، إلى ذلك الحين في أمان الله.